مساء الخير. زي ما انتم شايفين ده فستان اسود سيمبل تماما اهو، اوكي شيفون. تعالى اوريكم دلوقتي ازاي هلبسه باربع طرق مختلفة، وتغيير الاساس هيبقى على الاكسسوارات وعلى الشنط وعلى الجزم. الجزم اللي هستخدمها زي ما انتم شايفين، وكمان معانا الشنط اوكي اللي هستخدمها في الفيديو. هنبدأ مع اول طقم وهو بيعتمد على الكوليه. حابة كمان اوريكم انا ايه اللفة اللي في الاغلب بعملها لما ببقى لابسة كوليه. هي بتعتمد ان الحجاب قدر الامكان بنبقى عاملينه صغير ومدخلين الطرف الزيادة في الفستان او القميص او البلوزة على حسب الطقم، وبحب قوي اظهر الكوليه. دي الجزمة النبيتي اللي حابة البسها مع الطقم، تمام. هي ماتشنج الحجاب، وفي نفس الوقت بتدي طبعا لوك شوية بريمي دي عشان هي كعب عالي، تمام. طبعا كده اللوك بقى في شكله خالص مناسب لمناسبات اكتر. والشنطة انا فكيت الايد الطويلة بس احتفظت بالايد الصغيرة، فبقت شكلها شنطة ميني صغيرة بحيث تبقى مناسبة اكتر لحاجة بريمي دي، مثلا كتب كتاب، فرح، خروجة، عشاء، عيد ميلاد، برام، اي مناسبة. ما انتوا شايفين ده اول لوك، ده عبارة عن الكوليه، تمام. ولبست عليه كعب نبيتي تقريبا قريب جدا من درجة الشنطة صغيرة، تمام. ده مناسب قوي لو عندك مناسبة. اهو الحجاب عملته عادي خالص بسيط، والشغل يعني الاساس في الموديل الكوليه هو تاني اوتفيت. بيتكون من الاتي. اول حاجة بعملها ان انا بغير سكارف باللون الجرين ده، وبعدين هلبس عليه الكوليه ده، تمام. لونه فضي، هقول لكم ليه فضي، هتعرفوا دلوقتي. فضي ده بعد ما لبست العقد انا بحاول ابينه قدر الامكان، والسكارف حطاه اغلبه في الفستان، تمام، عشان يداري الرقبه وهكذا. والكوليه بحاول ابين حتى الاطراف الجزء ده، تمام. هلبس الكعب، هو لونه كمان نفس لون السكارف تقريبا بس فيه زي حليه فضي. وزي ما انتم شايفين باخد معاه الشنطه دي، هي شويه منقوشه عشان يعني الطقم اغلبه ساده اهو. البسها كده طويلة او اقصرها كده. انا غيرت تاني لوك برضو الاساس فيه الكوليه، الاساس فيه الكوليه مع السكارف باللون الاخضر مع الكعب، هو اللي فيه الفكرة، في اخضر وفي فضي، عشان كده الكوليه برضو ده مكتوب اللون الفضي، تمام. والشنطة فيها شوية رسومات وحاجات عشان يعني الطقم ميبقاش سادة قوي. ده الشكل من اقرب عشان تشوفوا الكوليه ازاي فارق مع خامة الفستان وحركة القماش وانتي قاعدة وانتي بتتكلمي وهكذا اثناء العشاء او الخروج او. ودلوقتي اللوك الثالث خلاص استغنينا عن فكرة الكوليه، وهنبدلها بالسكارف، نطول الجزء اللي في الجنب بحيث يعني يدي شكل، والطول الثاني من ورا. اغلب السكارف او جزء من الحجاب بيكون من ورا. هضيف له حزام في ابيض لولي عشان يعني يليق مع الابيض اللي موجود في الحجاب الزيبرا، وفي نفس الوقت بيدي زي نوع من انواع التخصير اكتر للفستان وبيظهره بشكل مختلف، وهيظهر الجزء الشيفون من ورا كأنه كاب منفصل، او بيديله يعني بروز اكتر للجزء ده من الفستان. ودي الكعب اللي هلبسه، هو فيه من ورا زي
نقشة زيبرا برضو لايقة. هو صعب شوية في لبسه، بياخد مني وقت، بس احنا كستات متعودين طبعا. وبعدين باخد الشنطة اللي هتليق معاه، حباها تكون سيمبل اكتر. هي فيها بس زي حلية بسيطة قوي تمام من قدام، وهي اللون ده الاكسدي ده موجود برضو في الحزام، بحيث يعني يبقى فيهم من نفس المية بتاعت الموديل. وبس انا بحب الحجاب ده قوي، لان هو خامته بتبقى ثابتة، وكمان بيليق على حاجات كتير جدا، من اكتر الاختيارات. ده تاني لوك زي ما انتوا شايفين اهو، السكارف الزيبرا طبعا الاشهر مع الفستان الاسود، بس له حزام. اوكي، في لولي وفي جزء نحاسي، فجزء نحاسي ده از ماتشنج الجزء ده مع الشنطه. تمام، شنطه ممكن تتمسك كده او تلبس عادي. انا حابه ان هو برضو يبقى مناسب اكتر، كاني رايحه كاتب كتاب او حفله او حاجه. والكعب ده انا بحبه جدا، بس هو متعب جدا في لبسه، بياخد مني وقت كتير. كده زيبرا، عشان كده انا حسيته از ماتشنج جدا او لايق قوي مع قامته. شويه ناشفه فبيظبط جدا الحجاب، بس بتحتاجي دبوس واحد عشان تقدري على طول اليوم يكون ثابت. تفاصيل سكارف من ورا، مش عارفه انتوا شايفين ولا لا، اوريكم حاجه. اي بصوا هاو اي لوك لايك، ازاي شكلي من ورا. ودلوقتي اخر طقم هو الاساس في الحجاب، معمول باللفه اللي هي اللي مش مربوطه اللوز. والفكره ان هو منقط وفي زي كده الوان درجات اورنج على احمر معاهم الشنطه والكعب، شويه فيهم اللون الاحمر تمام، بحيث يدوا للشكل لوك يعني كاجوال اكتر، إيحاء كده زي العبايات الواسعة السودة، عارفين هي دي الفكرة بتاعته تمام. ينفع أكتر خروج عادي، ممكن الصبح مفيش مشكلة، مش مدي لوك سواري، خاصة عشان لفة الحجاب. اللفة دي هي اللي اديته الإحساس ده جدا، فكسر شوية إحساس الفستان. ممكن تلبسيه كده. وفي اقتراح كمان للبنات اللي حابة يبقى شكله اقرب لفستان مش عباية، مع اللفة دي، وهي ببساطة ان احنا نضيف عليه قطعة زيادة اللي هي الحزام الاسود. في الاغلب بيتباع في محلات اكسسوار الملابس، عشان بيتضاف احيانا للعبايات اللي هو الضفيرة. وفي عادي ممكن حزام اسود قماش، فكرة ان هو يبقى اسود ما يبقاش باين قوي، يعني هو بس مدي شكل روح للطقم بس مش باين. زي ما قلت لكم الحجاب هو الاساس في الطقم ده، فمش محتاجين نضيف قطع. ده كده ربطته خلاص، فمديله احساس اكتر انه فستان كاجول مع نفس الاكسسوار الكعب والشنطة، وتقدري تخرجي بيه في اي وقت. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسيش الاشتراك في القناة وفعل الجرس عشان ما يفوتكيش اي حلقة من الحلقات الجاية، واشوفكم على خير ان شاء الله. مع السلامة، باي باي.